عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ انا مروة احمد من قناة مروة احمد. فيديو النهاردة هيكون عن مشتريات ومشتريات عليها تخفيضات. انا اشتريتها للبسة قريب من قبل رمضان على طول، كانت عروض بمناسبة رمضان، فحبيت اشاركها معاكم واقول لكم رأيي فيها. فلو انتم مهتمين انكم تعرفوا ايه هي الحاجات دي كملوا الفيديو للاخر. دلوقتي عايزة افتح معاكم العلبة بتاعت نسكافيه او العرض الجديد اللي عاملاه نسكافيه. انا بصراحة بحب الموكا اكتر، فجبت الموكا. المفروض في هنا حوالي 5 كوبايات، في 3 متلونين و2 لا انتوا اللي هتلونوهم، وده انا جايباه بالموكا، فهفتحها دلوقتي. طبعا يعني نسكافيه بالنسبة لي رمضان، يعني انا لو شفتوا عندي على الانستجرام هتلاقوا انه كل رمضان لازم اجيب كمية كبيرة كده من نسكافيه. اوه الله، استنى استنى استنى، بصوا هنا الغطيان اهي كمان. الله، العلبة فاضية خلاص. ادي الغطيان، دول اللي مش ملونين مكتوب عليها كافي تو فول فيل، ومن الناحية التانية نسكافيه كابتشينو. واو، عجبوني قوي الملونين. كافي تو ريلاكس، مكتوب موكا كافي تو ريلاكس. الله، حلو قوي. وده الموكا، مش عارفه هل هم غيروا شكل الكيس ولا لا، فانا هفتحها معاكم دلوقتي. انا بقالي كتير قوي ما بجيبش اللي هو الاكياس ده، فبجيب نسكافيه جولد، فخلينا نجرب. اوكي، مش عايزه اقطعها. حاولت ما اقطعهاش بس اهي. هما غالبا زودوا حجم النسكافيه، مش عارفه بصراحه، بس بجد يعني انا احب اشكر نسكافيه على كل التطويرات اللي بيعملوها. ونسكافيه جولد الجديد اللي هو فول اند ريتش اللي منزلينه على انستجرام، بجد بجد شكرا نسكافيه. ميرسي جدا على المجات، يعني حركه حلوه، مع اني نفسي في المجات الملونه اللي هي لونها احمر المشهورين بيها. طبعا نسكافيه المج الاحمر ده نفسي الاقيه، بس مش عارفه ممكن الاقيه فين. فلو في اي مكان بتبيعوه فيه يا ريت تعرفونا، عشان في ناس كتير قوي نفسها فيه. دي اول حاجه لنسكافيه موكا او نسكافيه عموما، انا جبت اللي بالموكا، مبسوطه قوي بيها. دلوقتي هوريكم عرض جونسون عاملاه، طبعا بغض النظر ان العلبه متقطعه خالص مني، معلش عشان فتحتها. جونسون عامل عرض 2 كريم عادي ومعاهم 1 كريم بالجليسرين، 170 جرام، كلهم على بعض تقريبا يا ب42 جنيه ب38 جنيه، مش فاكرة بالظبط السعر، بس حاجة حلوة جدا. بصوا بصوا العلب حجمها قد ايه، شايفين العلب حجمها قد ايه؟ على فكرة حجمها كبير يا جماعة، يعني لو انتوا بتستخدموه بشكل يومي العلبة دي هتفيدكوا جدا، قد علبة جونسون فايتا ريتش الكبيرة. بجد عجبتني اوي، بتعجبني اوي العروض اللي بيعملوها جونسون يعني. فلما شفت العرض ده بصراحة ما قدرتش افوته. فعلبتين عاديين لجميع انواع البشرة، والمفروض دي كانت برضو جميع انواع البشرة، بس حظي يعني المكتوب عليها البشرة الجافة، فانا هستخدم ده للجسم كله وده لوشي ولايديا وكده. بس بجد حلو قوي 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 قوي، عجبني جدا العرض ده يا جماعه. موجود في هايبر وان، موجود في باندا، موجود في سبينز، تقدروا تلاقوه، هيعجبكم. سعره كويس، لان التلاتة مع بعض تقريبا سعرهم 60 جنيه، فان هو يبقى معمول عليهم عرض تقريبا بحاجه 40 جنيه او 38 جنيه، يبقى حاجه كويسه قوي، ودي فرصه بجد ان انتوا تجيبوه. دلوقتي هتكلم معاكم عن السكراب ده من هيمالايا، في ناس كتير قوي شكرت فيه وما تخيلتش ان هو ممكن يكون حلو. ده بالمشمش وبنوات القمح، بجد حبيته قوي، ما تخيلتش ان هو فعلا يكون حلو بالشكل اللي الناس مدحت فيه. فعلا ما بيسيبش البشره ناشفه، بحس ان البشره كده نطفت من يعني كانه سكراب عميق.
عامل زي السكراب بتاع السكر والقهوة والعسل بالظبط. فلو انتوا بتدوروا على سكراب حلو ولرمضان كده جميل ولطيف، يبقى اكيد تستخدموا هيمالايا. انا حبيت السكراب ده وبجد احبذ ليكم انكم تشتروه. برضو انا لما جبته كان عليه عرض تقريبا تخفيض حوالي ارخص 10 جنيه تقريبا، بس مش فاكرة سعره. جايباه من سبينيز، فبجد حلو ده، يا ريت تجربوه وتقولي رايكم وتكتبوا لي رايكم تحت، وايه رايكم في المنتجات هيمالايا عموما، وايه تاني من منتجات هيمالايا بتعجبكم وحابين حابين ان انا اجربها لكم اقول لكم رايي فيها. هتكلم معاكم عن ميه الورد. ميه الورد بصراحه انا بحب ميه الورد اللي ريحه فيها ريحه الورد، انما انا جايبه ميه الورد دي من لونا، مش عارفه ليه حاسه ان فيها ريحه زي سبيرتو زي اسيتون، مش عارفه حاسه ان ريحتها مختلفه، فيها حاجه مش عارفاها، بس ممكن يبقى حلو جدا كتونر. فعلا هو انا حاسه ان هو تونر كويس جدا. فلو انتوا حابين تجيبوا ميه ورد اللي هي اللي فيها ريحه ورد الخفيفه دي، هتلاقوها في شركه اسمها شركه بيوتي لايف اللي هي الشركه دي. ولو انتوا عايزين حاجه تكون تونر بعد ما تغسلوا بشرتكم، بعد ما تعملوا سكراب، بعد كل الحاجات اللي احنا بنعملها في بشرتنا دي، بعد الميك اب، بعد ما نشيل الميك اب والحاجات دي، يبقى لونا حاجه كويسه جدا، لان هو تونر وانتوا هتحسوا ان هو بينظف البشره كده بعد ما تستخدموه. اخر حاجه عايزه اتكلم معاكم فيها هي القطن. القطن ده سواء القطن المدور او القطن الطبي، بصراحه انا شايفه ان مفيش فرق ما بين الاثنين، ما الا ان ده بس معمول على شكل دواير ومضغوط، وده عادي جدا. ده ب7 جنيه وده ب28 جنيه، فالفرق ما بينهم ايه؟ ولا حاجه طبعا، هو بس الشكل والمنظر انه قطن مدور وكده، مش حاسه ان في اي حاجه. الاثنين قطن طبي والاثنين معقمين، فمش عارفه فين المشكله يعني. بس ايا كان ده ممكن يكون انه اخف، انك ممكن تحطيه في علبه وتاخديه معاكي في اي مكان انت عايزه تروحي فيها، فمش حاسه ان في اي اختلاف ما بينهم. فلو انت حاسه ان كل الناس بتستخدم القطن ده علشان تشيل بيه الميك اب، علشان تعمل بيه سكراب لبشرتها مثلا، علشان يعملوا بيه اي حاجه في وشهم، فعايزه تقلديهم، قلديهم هو ب28 جنيه، فعادي جدا. انما لو انت تستخدمي قطن عموما ويأدي نفس الغرض، فانت عندك القطن العادي ده ب7 جنيه ونص، صغيرة وتكفيكي، وفي منها كبير كمان تقريبا بحوالي 10 جنيه، فتكفيكي فترة طويلة جدا. بس هي دي الفكرة، انا ما بحبش امشي ورا الموضة، فحبيت بس اشوف ايه الفرق ما بين الاتنين. بس لقيت ان الاتنين واحد، ما فرقوش كتير، بس يمكن انا هقدر اخد ده معايا في الشغل مثلا، واحط بيه مية الورد على بشرتي او حاجة. فشايفه ان الاثنين بالنسبه لي ما اختلفوش كتير. فلو انت حابه تجربي جربي، بس انا بس حبيت اقول لكم ان احنا احيانا بنمشي ورا الموضه ومنبقاش عارفين ايه اللي وراها، فده سعره غالي جدا، فغالي جدا بالنسبه ان هو قطن يعني. فلو انتوا حابين تجربوه جربوه، بس انا صراحه ما فرقش معايا وما حسيتش ان هو مختلف. وبس ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون دمه خفيف عليكم وحبيتوه. ولو حبيتوا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتكتبوا لي كومنتس تحت عشان انا بحب جدا اقرا الكومنتس بتاعتكم. ورمضان كريم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.